بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق. طبعا هذه العينة ترجع إلى أحد النباتات التي تعيش في فصل الشتاء. طبعا هذه العينة منتشرة بنسبة كبيرة جدا في محافظة الأحساء في فصل الشتاء. طبعا تتحمل هذه العينة درجة حرارة لا يقل، يعني لا تزيد عن 25، وطبعا تتحمل درجة البرودة العالية جدا، وقد تتحمل درجة لا يقل عن 5 تحت الصفر. طبعا هذه العينة يعني منتشرة بنسبة كبيرة جدا في محافظة الأحساء والجزيرة العربية بشكل عام، مثل ما تلاحظون هذا شكلها، وتكون طويلة جدا وزهرية ولديها أوراق حادة، وأيضا ممكن أن تنمو بنسب كبيرة جدا مثل ما تلاحظون. وطبعا هذه العينة بعد دراستها اكتشفت فيها أنواع من الميكروبات والطفيليات مثل البكتيريا والفطريات والديدان المجهرية. وأيضا طبعا هذا النوع من أنواع النباتات يرجع إلى فصيلة من فصائل النباتات الزهرية، وتعيش في أنواع من الطفيليات، وغالبا مثل ما تلاحظون هذه الورقة قد تكون مصابة من نوع من أنواع الفطريات، كونها يوجد عليها التهاب نسيجي في الطبقة العلوية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.